بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم راح أتكلم على منتوج ثاني من منتوجات ليكيمولي، واللي هو كاتاليك سيستم كلينر. يقوم الكاتاليزر بمعالجة الغازات السامة المنبعثة من المحرك إلى البيئة. أهم الغازات السامة هي هيدروكسيد الكربون وغاز أحادي الكربون وأكسيد النيتروجين. يقوم بتحويلها إلى ماء زائد نيتروجين زائد CO2 أو ثاني أكسيد الكربون. نظرا للتكلفة العالية في شرائها، يقوم الكثير بإزالتها، حيث نلاحظ زيادة عزم في السيارة لكن تضر بالبيئة وتلوثها. في بعض الدول الأوروبية يؤدي نزع دابة البيئة إلى غرامات مالية كبيرة. هنا في الجزائر وبعض الدول العربية شيء عادي. هنا فكرت الشركة الألمانية ليكيمولي بإيجاد حل، وقامت بإنتاج كاتاليزر كلينر لتنظيف دابة البيئة. هذا المحلول يقوم بتنظيف دبة البيئة الكاتاليزر، هنا يصفيه، وكذلك يقوم بزيادة التراج تاع السيارة كي يتنقى الكاتاليزر، وينظف كذلك لي سوباب كما تلاحظون وغرفة الاحتراق. هنا كيف يتم إضافة هذا المنتوج؟ يتم إضافة هذا المنتوج والمحرك مشتعل، عدد دورات المحرك من 2000 إلى 3500 دورة. يقوم بإضافته إلى الادميسيون بعد الفلتر. يعني هنا دوك نعطيكم نوريكم كيفية إضافة هذا المنتوج لسيارة سي دي زي 1.6 في تي. على بركة الله، أولا نقوم بنزع فلتر الهواء، هنا كما تلاحظون هذا البابيون أو الفراشة كما يدعى. لاحظوا هنا في السيارة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هذا الأنبوب، وهذا تاع الغاز، وهذا اللي بالأخضر باللون الأخضر. هذه هي لادميسيون جاي منا من الخلف. هاي ليك كما تلاحظون، راني نزعت هذا تويو. شوفي كما تلاحظون نزعت هذا وشو، تضغط على هذا الاثنين وتنزع هذا الشيء. الان كيف يجي اضافة الليكيمولي؟ نقوم بفتح العبوة، فرج جديد قبل المسألة. تنبيه، هذا المنتوج سام جدا، في حالة استنشاقه حذاري، مستحسن استعمال قفازات. عند تشغيل السيارة كي نضع يدنا عند وضع اليد هنا، نلاحظ أن الهواء يدخل أسبيراسيون في هذه المنطقة. الآن واش نديرو؟ نحتاج
أنبوب كما هذا، ندخل في هذا المكان. نقوم بإدخاله في هذا المكان كما تلاحظون. بعد نفتح هذا المنتوج، نفتح هذا المنتوج ونديرو تويو هنا في الداخل.